فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء الاستفتاح الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديث، هل يقال مرة واحدة عند بداية صلاة الليل أم يقال في بداية كل ركعتين؟ الاستفتاح، هذا الاستفتاح يقال في كل ركعتين، لأن كل ركعة صلاة مستقلة فيستفتح لها. نعم.